جديدة كأنه ما بقى في مصاري تتهندسها. عم نجرب نعمل لك نوع من السحر انه دولارك بيسوى دولارين وعشرين سنت، انه ليرتك اللي انت البنك المركزي بعده بسعرها ب 1507 رح اعطيك اياه ب 3600. شو هالسحر؟ نحن قاعدين ببلاد السحر ولا قاعدين ببلاد الاقتصاد؟ بالاقتصاد واحد وواحد بيساوي اثنين. ما فيك تقلي الليره وبعدين حكي فيها حكي البنك المركزي لما قال بمرحله سوف يكون هناك دولار محلي ودولار الاجنبي دولي. ما وصلنا الى عم اقول لك اعطيني دولارك الاجنبي بعطيك مقابله دولارين وعشرين سنت 2.2%، لانه دولارك اللبناني ما فيك تصرفه الا بلبنان. وبأثبت لك ساعتها اعطيني اياه تعطيك محله ليره لبنانيه. يعني اليوم الفكره اللي طرحها الحاكم انه في دولار وفي دولار محلي عم نطبقها. حاج بقى نضحك على حالنا، ليس هناك نية بإسقاط الحاكم المركزي، ليس هناك نية بتغيير الطبقة الحاكمة، لأنه كلياتهم حافظين على بعضهم، هذه طبقة ومنظومة كاملة، يا كلها جوا يا كلها برا، ما حدا بقى بعد يزاد علينا إنه في محاولة لمكافحة الفاسدين، معقولة نحن إلنا من 2016 بنسمع بدنا في مكافحة فساد، ما لقينا ولا، لخي مساعد سواق لواحد مسؤول ما لقيناه. بقى كيف بدنا نحكي بهالمواضيع كلياتها؟ بعدين اين هي القوانين يلي بتطالب بعمليه محاكمه المسؤولين؟ بعدين بس عم نركز فقط على الرؤساء والوزراء، ما من اصغر بواب لاكبر وزير بالاخر لازم نعمل له اختبار تنتاكد بالاخر اذا كان في فساد او لا. في جو ما بيسوى. انا صفيت مقتنع انه اليوم اذا ما رجعت الثوره على الشارع وبالاخر اسقطت النظام بالكامل ما حنقدر نغير. انا خي انا زلمه ما عامل مصاري بهالبلد. انا بحول مصاري من الخارج حتى ساعد مؤسساتي. طب ايعقل ما بقدر اسحب مصاري مثلك؟ طب خي انا لا عندي سندات خزينه لا عندي حسابات بالادخار، انا كل حساباتي جاريه. طب انا شو خصني اذا انت خي سياساتك الماليه وصلتك انك انهبت مصريات العالم وروحت مصرياتك وراهنت على الدوله يلي هي فاشله وبالاخر صارت لنا مصرياتنا، انا شو خصني انا كمواطن؟ شو بدي انا كنائب؟ بحكي كمواطن، باي صفه انت بتحط ايدك على مصرياتي؟ خي انا تعبت بمصرياتي برا. وين لك حق انت تجي تقول لي ما لك حق تستعملهم؟ جريمه، لهلا جريمه، جريمه بحق الشعب اللبناني. نحن بكفينا بقى نلاقي اخبار ونجرب نعمل لها نوع من التغطايه وشوغر كوتينج. نحن عندنا جريمه العصر، اكبر بونزي سكيم صار بالبلد، وخلي يصحى الشعب اللبناني وحاج يحكي لي 8 و14 اذار وسني وشيعي ومسلم ومسيحي، هذا حكي بلا طعمه. المنظومه كامله بكل طوائفها وبكل مذاهبها داخله بهالموضوعه. اصحوا يا شعب لبناني، حرام بقى نضلنا ماشيين اولادنا